السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي فاجعة كما ذكرت أخي الكريم، فاجعة أصابت الليبيين جميعا، ربما أصابت العالم الإسلامي فقد هذا الشيخ العالم المحدث الشيخ نادر العماني. عفوا، طارعنا هذا اليوم طبعا هذا الخبر الذي حرك فينا المواجع. فقد مثل الشيخ نادر صراحة له أثر كبير، أثر في النفوس، أثر في المجتمع، أثر أيضا على الوضع الأمني المتفكك سواء كان في العاصمة أو في ليبيا برمتها. هي سابقة خطيرة جدا جدا أن ينال من علماء الدين ومن مشائخ لهم حظوة ولهم احترام في قلوب الناس، هذا نخشى أن يكون مبدأ فتنة عامة قد تعم البلاد. نسأل الله تعالى أن يحفظ ليبيا من هذه الفتنة، خاصة عندما يتهم فريق أو فئة معينة عرفت بتطرفها وعرفت بإقصائيتها. إذا كان هذا الاتهام صحيحا فأعتقد أن الأمر جد خطير والأمر جد مؤثر. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن، ونسأل الله تعالى أن يوفق ثوارنا لكي يختاروا الطريق الصحيح لحفظ أمني عاصمتنا طرابلس. أستاذ مروان اسمح لي أن أسأل فقط، يعني بصفتكم عضو بحكماء مصراتة الآن، يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذونها أنتم كحكماء بخصوص هذه الحادثة، وما يتوقع من مثل هكذا خروقات أمنية؟ الخروقات الأمنية في العاصمة طرابلس بشكل خاص هو أمر يخص الليبيين جميعا ولا يخص العاصمة فقط. كما تعلم الثوار من كل مدن ليبيا موجودون في العاصمة، وحدوث مثل هذه الخروقات التي تؤثر فعلا على ثوار من كل المدن. أنت كما تعلم أن اختطاف الشيخ نادر تبعه أيضا اختطاف سائر من ثوار مدينة مصراتة أيضا في مدينة طرابلس وهو مختفي إلى هذه اللحظة. كذلك حدث اختطاف قبل اختطاف الشيخ نادر لمجموعة من النشطاء السياسيين وهم أيضا مجهولي المصير حتى هذه اللحظة. هذه الحوادث من حوادث الاختطاف والاغتيال كلها تقض مضاجع الشرفاء والوطنيين وتضع علامات استفهام كبيرة على الحال الذي وصلت إليه العاصمة وحال الذي وصلت إليه ليبيا، خاصة أن هذا الأمر حدث كما تعلم بعد دخول ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني أو حكومة المقترحة من الأمم المتحدة. تفاقمت العمليات الأمنية أو الخروقات الأمنية، وهذا يجعلنا نتساءل هل فعلا هذا الوفاق جلب الأمن إلى ليبيا وجلب الاستقرار وجلب حل الأزمات الاقتصادية، أم أنه ساهم في تردي الأوضاع الأمنية وتردي الأوضاع الاقتصادية. أعتقد أن كل الليبيين وليس مؤسسات الحكماء والأعيان أو المؤسسات الرسمية مطالب بالوقوف. نحن هناك وقفات يجب أن يقفها الليبيين جميعا لمحاسبة كل المسؤولين على ما يحدث اليوم في الوطن. شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان درقاش، عضو مجلس الحكماء بمصراتة وعضو أيضا مجلس الأعلى لحكماء ليبيا، على هذه المداخلة.